فالموضوع الهاند تو ماوس ده ما بتلاقوش مكان
يعني يمنعوا البوليوشن ويمنعوا السيتويشن.
is M ولا G. بيقولوا ان الوايل فايروس هاز ستوبد في معظم الديفلوبد كونتريز، لكن الامبورتيشن لسه مهددين بالخطر. هم ليه البلاد اللي بره مهتموا قوي ان هم يعملوا لنا يخترعوا لنا فاكسينز ويخترعوا لنا ادويه ويعملوا لنا سيرفيلنس؟ عشان هم ايفن لو هم عارفين ما عندهمش الامراض دي، هم محطوطين اندر ثريت ان ممكن اي حد من البلاد بتاعتنا دي يروح لهم فيصيبهم بالوباء، فهم بيعالجونا عشان يحموا نفسهم. اوكي؟ فهم ده اكل مش في البوليو بس، في كل الامراض اللي هم بييجوا يعني يخترعوا حاجات عندنا ويعالجونا منها ويدونا فاند عشان نعالج مش عارفه ايه ونعالج ايه ونعالج ايه، اكل هم بيحموا نفسهم قبل ما يحموا نحن. طيب البوزيتيف اورجانيزم بتاع البوليو هو البوليو فيروس عنده 3 انتيجينيكالي ديستنت تايبس جيفنج نو كروس اميونيتي، يعني هم 3 سيرو تايب من البوليو فيروس وللاسف الثلاثه مفيش بينهم كروس اميونيتي، يعني لو اصاب بواحد ده ما بيحميش ان انا اصاب بالثاني. اوكي؟ مفيش نو مفيش كروس اميونيتي ما بين الثلاثه. البوليو فيروس زي بقيه قلنا البوزيتيف اورجانيزم ان هو ريزيستنت اوتسايد ذا بادي وديستروي بالهيت والباستورايزيشن والكلورينيشن اوف ووتر الترا فايلت ريز، يعني ده معظم القصص في الاورجانيزم الحقيقه كده كلهم ريزستنت اوتسايد دلوقتي وديستروي بالحاجات اللي هي الريزرفوار بتاع البوليو. الكيسز كلها كل الفورم بتاعت الديزيز والكاريرز للاسف برضه كل انواع الكاريرز بتبقى ريزرفوار للبوليو ومفيش كرونيك كاريرز. في الانديميك اريا نفس الكلام اللي هم الموست فريكوينت. طيب الفصائل والاكزيت اوف انفكشن عندنا من حاجتين، يا اما بيطلع من عن طريق الفارس يا اما بيطلع عن طريق اللي اسمه الانتستين. على فكره البوليو المود اوف ترانسميشن بتاعه، طب خلينا نعدي الاول على دي، المود اوف ترانسميشن بتاعه ايه؟ هل هو فود بورن بس؟ لا، اير بورن في البلاد اللي هي ديفلوبت بيجيلهم عن طريق الاير بورن، عشان كده الفصائل بتاعه في الاكزيت هو الفارس والسمول انتستين. البيريد اوف كوميونيكابيلتي اباوت 2 ويكس، لو طبقت في البيريد اوف كوميونيكابيلتي في اي مرض كله اباوت 2 ويكس. تمام؟ الكيسز تبقى انفكشن اباوت 6 تو 8 ويكس، لان هو ده الكورس بتاع الديزيز، لو كيس بقى عندنا يبقى ده الكورس بتاع الاصابه بتاعها 6 تو 8 ويكس. لكن الجنرال از اباوت في البيريد اوف كوميونيكابيلتي جنرالي از 2 تو 4 ويكس في البوليو. المود اوف ترانسميشن زي ما قلنا هو عن طريق رابيد انفكشن، ده المين مود اوف ترانسميشن في الديفلوبد كونتريز، لكن في البلاد اللي عندنا اللي هو الطرق العاديه الانجشن اوف كونتمينيتد فود او ووتر بلس في اورال ترانسميشن اللي هو الهاند تو ماوث ترانسميشن. الانكبيشن بيريود من 7 ايام ل 14 يوم. بنقول ان الكورس بتاع الديزيز او السكر بتاع الانفكشن غريب جدا، بنقول ان لو احنا دايما نضرب مثلا ب 100، لو 100 كانوا من بوليو فيروس 90% منهم ما بيحصلهمش اي حاجه، 90 يعني 90 واحد من ال 100 دول هم ولا كان حصل لهم حاجه. ال 10% بقى اللي فاضلين دول ناس 9% بيحصل لهم حاجه اسمها الابورت ماينور بوليو مايلايتس، و1% اللي بيصاب باللي هو السي ان اس انفولفمنت او الميجر فيلز. يعني ان فاينل الناس اللي هم under risk of passive paralysis او اللي هم ممكن يصيبوا الباراليتيك بوليو اكشولي كام؟ 1%. يعني احنا قلنا كده لو في 100 90% منهم ولا كان دي حاجه بيعدوا زي الفل، 10% 9 منهم بيحصل عندهم سيمتومز بس فيري ماينر ولا كانها بحس انها حتى ايه من بوليو، 1% للاسف هم اللي بيجي لهم الباسيف باراليسيس. اوكي؟ والفيتاليتي بتاعته is 2 to 10% according للفورم اللي البني ادم مصيب بيها. يعني تتراوح بين 2 ل 10% according هو كان مانيفست ديزيز ولا ماينور ايلنس ولا سي ان اس الدايجنوزس بيبقى الابورت ستيجي امبوسيبل لانه بيعدي بسرعه، الناس اللي هم بيأثروا بالشهر ما بيظهرش عندهم اصلا كلينيكال بيكتشر، صعب جدا ان احنا نشخصهم. هو الكيس ده ممكن يحصل له سيفير فوميتاليك سيفير دي هايدريشن، لو الكيس از فيري اميونو كومبرمايز ما هو ايه السيمتومز بتاعت الكور بيحصل لهم. تمام. طب والفيتاليتي لو حد مثلا جاله ماينور ايلنس اللي هم 9% دول وحصل لهم سيفير دي هايدريشن زي الكوليرا، عملوا دايريا كتير، فيري اميون كومبرومايز، سيستم صغير جدا، هو اصلا الاتش سنسيتيفيتي بتاع البوليو اللي هي ايه؟ من 6 مانثس لحد 5 ييرز. الاطفال دول فيري فانربل، يعني لو واحد
حضري سوريا واليمن اللي هو في الكابس اللي هم قاعدين فيها في وايت فايروس ظهر سيرو تايب رابع مش من الثلاثه دول فهم خايفين منه هو ده اللي حاطينه اندر سيرفيلنس فبيقول لو حتى لو ان احنا واخدين الفاكسين ومحميين من البوليو وكل الكلام ستيبل فهم خايفين ان الوايت فايروس ده يسيب اي حد فيعمل لنا مشكله ويعمل لنا بوليو كيس تاني نوع من الاميونيتي اللي هو الارتفيشال اميونيتي اللي هي بتيجي عن طريق الفاكسينيشن طيب بالنسبه للبريفنشن برضه جنرال وسبيسيفيك جنرال اللي هو اول ميجرز فور فود سانيتيشن اما السبيسيفيك سير بروفيلاكسيس نو براكتيكال ابلكيشن مش معمول يعني اما الاكتف لان هو الكيس بتاعتي ما بتتلاحظش خالص اما الاكتف ايميونايزيشن عندنا نوعين مشهورين اللي هو السليم فاكسين السليم بوليو فاكسين اللي هو لايف اتنويتد والسلك بوليو فاكسين لو عشان ما تتلخبطوش زي ما بنقول كنا السلك يعني كلب ده اللي هو الكلب لكن السليم اللي هو اللايف اتنويتد طيب السبين ده الحقيقه هو افضل من الـ من الـ من الـ من الكيلد بوليو فاكسين اللي هو السولك رغم ان السولك ده بيستخدم في البلاد المتحضره اكتر من السبين لكن السبين في مجتمعاتنا هنا افضل لعده اسباب اول سبب ان الاميونيتي اللي هو بيعمل لها انديوسمنت نوعين من الاميونيتي طب خلينا نقول الادمنستريشن عشان هي مكتوبه الادمنستريشن هو كان في الاول خالص بيتاخد ثلاثه دوزز تو مانثس ابارت عند الجيل 4-6 للاطفال بدل يحطوا الزيرو دوز دي عند الولاده اللي هي دي اكشوالي انتروديوس والبوستر دوزز عند 9 شهور و18 شهر وبعد كده عند السكول اند دي بوستر دوزز لكن الاكشوال دوزز بتاعتهم هم ثلاثه عشان ما تقولوش ان هم كلهم سبعه لا الاكشوال ثلاثه عند الجيل 4-6 الزيرو دوز اللي بتتعمل دي فور يعني فور مور بروفلاكسيس فور مور بريفنشن اللي هي الزيرو دوز الجديده البوستر مش الاكشوال عند 9-18 والسكول ايج تمام دي كلهم بيتاخدوا اوريلي عند على اللسان بتاع الطفل. بالنسبه للادفانتج بتاعت السليم اوفر السولك فاكسين ان السليم بيعمل نوعين من الاميونيتي. نوع اسمه الهيمورال اميونيتي اللي هي الاثنين بيعملوها اللي هي بيعملوها نيوترايزنج انتي بودز في الضغط لكن السليم مميز انه يعمل حاجه اسمها سيلولار اميونيتي. بينزل يعمل لوكالايزنج انتي بودز جوه الانتستن. ليه؟ لانه بيتاخد عن طريق المعز فبيبقى سيمولاتنج للناتشرال انفكشن اللي بتحصل. فعشان كده بيبقى مفضل عن الصلب لكن الصلب بيدخل عن طريق الضم بيبقى انجكشن فبيعمل لنا الهيمورال اميونيتي فقط اللي هو نيوترايزنج انتي بودز في الضم فقط لكن السليم بينزل عن طريق الفم زي السيميليتنج ناتشرال انفكشن فبيعمل لوكالايزنج اميونيتي او نيوترايزنج انتي بودز جوه بيعمل سيلر اميونيتي جوه الانتست جوه السمول انتست بلس كمان في مميزات اخرى للسليم ان الادمنستريشن بتاعه سهل فبيبقى سهل لو عملنا كامبين او عملنا ماس ايميونيزيشن فالاطفال سهل ان احنا نديهم الكميه كبيره من الاطفال نديهم التطعيم اسهل من الانجكشن بلس ان هو ان اكسبنسيف عن السولك لان انا مش بحتاج اجيب سيرنجز وحقن واجيب كواليفايد نيرسز اند سو اون فبيبقى ان اكسبنسيف كمان لانه سيميلر للناتشرال انفكشن فممكن يعمل لي حاجه بتسمى الهيرد اميونيتي يعني لو احنا عندنا طقس فصل في مثلا 9 اطفال متطعمين و10 وواحد مش متطعم فالواحد ده بينزل اميونيتي من 9 اللي مش متطعم دي بنسميها الهيرد اميونيتي ان البوبيليشن از بروتكتد من لو في فئه منها اكشولي بروتكتد اوكي يعني لانه بيحصل بينزلوا ماينور انتيجن من الفاكسين ده في الاسطول بتاعهم فالطفل بيقولوا الهيرد اميونيتي دي ستيري بتاعت الهيرد اميونيتي ان بينزل من الاسطول ده الطفل بياخده باي ناتشرال هابت اللي هو الهاب تو ماوس وبتبقى الدوز فيري سمول انها ما بتعملوش الانفكشن الرهيب بتعمله سب كلينيكال انفكشن يبقى بالظبط كانه خد التكسين اوكي فده على فكره الاميونيتي بتاعت التطعيم دي يعني ده مش هتسمعوه غير مصطلح برضه في الديفلوبينج كانتريز ان احنا ندي بورشن للمجتمع تطعيم ونسيب الباقي هم بقى يتطعموا مع نفسهم من الناس اللي طعموا لان زي ما قلت لكم هو تفسير ان احنا بيبقى فيري سمول او بتبقى الدوز اللي بتنزل من الاسطول بتاع الناس اللي بتطعمها دي كانها بالظبط فيري ماينر
بالنسبة للكنترول the same scheme لأي control of foodborne infection كنا بنعمل control cases control context control epidemic measures هيا محبتش ان انا اطول فيها وقلت ندخل على الجزء بس الوقت اللي هنتكلم عنه في البولي بتاعي هو الريليجيشن اوف بولي في مصر كنا للاسف قربنا قبل الموضوع بتاع سوريا الحرب بتاع سوريا دي ان احنا كنا نوصل للريليجيشن اوف بولي الفرق بين الاليمينيشن والريليجيشن الريليجيشن بيبقى ضايع الاورجانيزم مش موجود اصلا لا الريليجيشن هو الاليمينيشن مفيش كيسز بس يبقى الاليمينيشن مفيش ريبورتد كيسز من المرض لكن الريديكيشن يعني مفيش ريبورت كيسز وكمان قضينا على البوزيتيف اورجانيزم. مصر كانت قربت قبل الحرب بتاعت سوريا اللي هي كانت مش عارفه حصلت تقريبا من 4 سنين من 2012 او 2013 قبل الفتره دي كنا خلاص قربنا نقول ان البوليو بقى ايراديكيتد من مصر هو اليمينيتد مفيش ولا كيس ريبورتد بقالها سنوات كتير وقربنا نعمل له ايراديكيشن. للاسف لما ظهر المهاجرين بتوع سوريا وجم ما عندهمش نفس الفاكسينيشن سيستم اللي عندنا ففي عندهم حالات فالحالات دي بدات تظهر لنا كيسز ريبورتنج كيسز فبدانا نقول لها تاني احنا دخلنا تاني يعني حتى الاليمينيشن ما بقاش موجود عندنا بس ستيل بنحاربه وبيعملوا لهم فاكسينيشن في الكامبس اللي هم موجودين كانوا فيها وتقريبا دلوقتي الموضوع برده قرب يعني ان شاء الله ان هو ينتهي والبلد واخده اكشن كويسه يعني على كل الماس ايميونايزيشن دي بتسمعوا عنها كل شويه حمله تطعيم شلل الاطفال كل شويه حملات تطعيم الاطفال اللي هم الاندر 5 بس السيرفيلنس از فيري اكتف تجاه الكلاسيك باراليسيس وفيري اكتف تجاه ان هم يلاقوا الفايل فايروس يعني الحقيقه لو الوزاره بتاعت الصحه بتاعت البريفنتيف ما بتشتغلش في اي حاجه في السيرفيلنس هم فعلا اكتر شغالين في الموضوع بتاع كل ده كويس قوي اللي هو تجاه الكلاسيك باراليسيس والفايل فايروس ديفلوبمنت اللي هم يلاقوا لا موجوده في الكونتري اللي احنا قلنا انها خلاص بقت ريليتد لا مش لازم في البلد دي البلد اللي فيها الموضوع ده كان خطير زي دلوقتي في ليبيا مثلا قربنا نقول ان بقى ريليتد في مصر ليبيا دي تسمعنا في اي مكان تاني اللي بتعمل الانفنتيزز فعشان كده الدبليو اتش او حط مصر اندر فوكس وبتدينا الدواء اللي بيتاخد سنويا ده لمده 6 سنين عند هم كانوا الناس في محافظه الشرقيه وقالوا لا ده كمان مش محافظه الشرقيه كذا محافظه حواليها خلاص فبقت خلاص ايريديكيتد من المنطقه دي لان هم اصلا ما فيش فقر في المنطقه دي فهم مش موجوده في مكان تاني في العالم فلما نقول ايريديكيتد يبقى من المكان اللي هم كانوا فيه. طيب ده بالنسبه للبوليو اخر حاجه عندنا هيباتيتس اي فايروس هيباتيتس اي فايروس هو عارفين موضوع الفايروس عندنا كذا نوع من الفايروس من الفايروس ايه البوليو اللي بيحصل ساعتها ده؟ هيباتيتس اي بي سي هو انا مش تمام اللي بيعملوا الفود بورن انفكشن او بيعملوا ال فيكو اورال ترانسميشن هو الفايرال اي وفايرال واي فايتس اي وفايتس بي لكن بي وسي كان زمان اكشن زمان الفوتو بتاعت الكوميونتي كان حاطينهم في الشهر بتاع الفود بورن لان هم كانوا شاكين ان هم بيتنقلوا عن طريق الاكل بي وسي دلوقتي الموضوع خلاص بقى يعني اتحسن تماما وقالوا لا الفيروس دي الفيروس دي دول من الكونتاكت انفكشنز اللي هم بيتنقلوا عن طريق الضغط والميوكس ميمبرينز ما بيتنقلوش
12 سنة بيجي عن سن من 12 ل 15 لو جاله بقى التشيك بوكس بتعملي فيه في ناس ما بتعديش منه كمان تمام فاحنا بنقول لا سيب الانفكشن الطبيعي يجيله لان كده كده الاثار ربنا بيبقى فيه مناعه كل حاجات اللي واخدينها من مامتهم تقعد عندهم فتره من الزمن يعني بيساعدني ويضلوا السبب ان الاطفال بيبقوا ان هم لما بيجيلهم بيبقى الموضوع عندهم فيري كومبرومايز عن الناس الكبار بنرجحها ان ممكن تكون مناعه واخدينها لسه من الام خاصه هم الاندر 5 فالهيباتايتس ايه من الامراض اللي برضه بتقول للناس لا بلاش تجري ورا التطعيمات كده عمال على بطال هيباتايتس ايه والتشيكن بوكس بلاش تدوه للاطفال لان في مراكز خاصه بتديهم عند سنه Introduction, the definition, the
بكتيريا الفيروس ايه الاخبار بتاعته الاوكرنس بتاعه بيحصل فيه بالظبط والجيوغرافيك ديستريبيوشن بتاعه فيه بالظبط. يبقى الديفينيشن بنقول في كل الفود لو بالنسبه اتكلمنا عن فود بورن الديفينيشن بنقول دي ستاب ان الفود بورن كوميونيكابل ديزيز سواء بكتيريا ولا فيروس. بالنسبه للاوكرنس بنقول ان كلهم بيحصلوا غور للوايد كمان ومور ان ديفلوب ان كانترز واندمك ان ايجيبت ما عدا الكوليرا والبوتوليزما والبورن يعني كل الحاجات دي مور للوايد لكن ممكن ديفلوب ان كانترز ما عدا ان مصر الحمد لله ما فيهاش دلوقتي في الوقت الحاضر الثلاث حاجات دول. طيب ده السكيما اللي بقولك عليها في الطب التايفايد والبوليو والهباتيتس سي والشيجيلا اللي هي بتاعت الديزنت دي والستاف والبوتوليزما والسالمونيلا والكوليرا هم دول كام واحد 8 اللي اخدناهم في الفود بورن. اوكي فقلنا الديفينيشن الفايفايد سموها سيستميك البوليو دي كي بوينتس الديفينيشن بيقولوها البوليو بلس الباراليسيس الهيباتيتس سي الهيباتوتروبيك الهيباتوتروبيك فايروس الشيجيلا ده بتاع الديزنتري دي كي بوينتس بتاع كل واحد الستاف بتاع الانتوكسيكيشن بوتوليزم فيتال انتوكسيكيشن السالمونيلا فود انفكشن وليس انتوكسيكيشن ده الفرق بينهم وبين الستاف عشان بيوقعوا في الحته دي ان السالمونيلا جاست انفكشن ان الستاف بايزر بيعمل انتوكسيكيشن. الكوليرا من الكوارنتينال ديزيز فدي كي بوينتس كده تفتكروا بيها المواضيع. بالنسبه للاوكرنس ديستريبيوشن بنقول ان البوليو في طريق ان هو بي اراديكيتد خلاص وبعدين بنقول البوتوليزم دلوقتي العالم فيه منه والكوليرا فري والشرط دي معناها ان ده وورلد وايد ديستريبيوشن هم موجودين ممكن تلاقيهم في اي مكان. لكن الحاجات اللي هي فري فري يعني معناها ان العالم دلوقتي ما فيش الحاجات دي منه والبوليو في طريقه يبقى اراديكيتد. طيب بالنسبه للبوزيتيف ايجنت ان اوتر نيتشر يا اما فيروس يا اما بكتيريا وعرفنا كويس مين الحاجات الفيروس ومين البكتيريا قلنا الانتيجينيسيتي ان هو بيبقى فيه مور سيروتايبس يا اما فيه كروس اميونيتي يا اما مفيش كروس اميونيتي يعني دي الكي بوينتس اللي بتتكلموا عنها في الحته دي. الريزيستنس بيبقى كلهم ريلاتيف ريزيستنس اوتسايد ذا بادي كان بي ديسترويد بس كذا اند ديس افكتس دي قلنا دي جمله مشهوره طلعوا في اي حاجه. فدي النيتشر بتاعت التايفويد اهو التايفويد بكتيريا البوليو فيروس الهباتيتس اي فيروس الشيجيلا بكتيريا والستاف انتيروتوكسين والبوتوليزم نيوروتوكسين والسالمونيلا بكتيريا والكوليرا بكتيريا خلاص. الانتيجينيسيتي قلنا ان التايفويد عندنا السالمونيلا تايب دي 1 0 تايب والبارا تايب اي وبي وسي وقلنا ان البوليو 3 0 تايب في سنو كروس اميونيتي وقلنا ان هباتيتس اي اتس اونلي 1 0 تايب الشيجيلا 4 الستاف والبوتوليزم والتوكسينز ما فيهمش سيروتايبس السالمونيلا مين دي 2 اللي قلنا اللي هي الميوزيكتايل السالمونيلا بتاعت اليوريا والانتيرديدس والكوليرا قلنا ان هم برضه 2 اللي هم الكلاسيكال وال 2 اوكي فده النيتشر ودي الانتيجينيتي. دي مقارنه ما بين الكلاسيكال وال 2 عشان مهمه جدا وفي كتير قوي في الاكس كيوز بيقول ان ال 2 ده بيعمل عمل لحد دلوقتي 7 بانديمكس لان هو المور ريزيستنت لكن الكلاسيكال اللي هو المور فيرلنت اللي هو ليس ريزيستنت ده نوت ديجنوز اوفر ذا ريسنت 6 ييرز اللي فاتوا مفيش اي ريبورت كيسز جت منه خالص حتى في فتره الحروب اللي بدات تظهر فيها تاني دي ايمرجن من الكوليرا ما ظهرش الكلاسيكال التور هو بالظبط التور از مور فيرلنت التاني التور الكلاسيكال مور فيرلنت لكن التور ليس فيرلنت زي ما قلت لكم مور سليب كيسز ذا مايل كيسز ذا انفكتيفيتي از ليس لان ذا انفكتيفيتي از هاير واي لانه عنده اختلاف الانفكتيفيتي بتاعته ان هو يعدي اكتر لانه اتس مور ريزيستنت فتنتو بي مور كرونيك ده ليس انفكتيف لكنه مور فيرلنت ركزوا في الفروقات دي كويس. بالنسبه للريزرفوار قلنا في اي حاجه في الفود بورن يا اما كيسز يا اما كاريرز يا اما انيمالز. فبالنسبه للتايفايد قلنا ان هو عنده كلهم شايفين زي ما انتم شايفين السي الاولاني دي يعني كلهم فيو كيسز. بالنسبه للحاجات الحمراء دي اللي هي الكاريرز التايفايد عنده اربع انواع من الكاريرز كله عنده اربع انواع من الكاريرز هباتيتس اي اونلي انكيباتوري كاريرز عشان كده قلنا ما دام مفيش كونفرس كارير هباتيتس اي عشان كده اتس نو كرونيك انفكشن هباتيتس اي يو جيت ات. طيب بالنسبه للشيجيلا عندهم ثلاثه كاري نوع من الكاريرز اللي هم الكونفرسنت والهيلثي كونتاكت كاريرز. بالنسبه للستاف عندهم كيسز وكل برضه والكاريرز وعندهم انيمالز. البوتوليزم برضو عندنا انيمالز عندنا صايم وانيمال اس واي اللي هي صايم وانيمال من الريزرفوار بتاعهم. وبالنسبه للسالمونيلا كيسز وكاريرز وانيمالز. بالنسبه للكوليرا كيسز وثلاث انواع من الكاريرز اللي هم الانكيباتوري والكونفلسنت والكونفلسنت. طيب
طيب البورتال اوف انتري دي برضه الصمبه الماوس ان اول وماوس ريسبيراتوري في البوليوم. الحته الجمله الاخيره دي يعني ما تسيبوها لان انا سايباها لكم من الكتاب القديم فنسيت اشيلها. البورتال اوف اكزيت هو المينلي فيزز، مينلي الفيزز. الاكزيت عندنا في زي ما انتم شايفين كلهم الفيزز على حاجات سبيسيفيك زي الليفايد بيطلع في الفيزز وفي اليورين، في البوليوم بيطلع في الفيزز وفي الريسبيراتوري سيكريشنز لو في البلاد زي ما قلنا ديفلوب لو بنتكلم عن طريق الدروبلت. الهباتايتس ايه حاطين البلاد وكويشن مارك كده جنبه زي ما نبهت عليكم كذا مره. الاستاف بيبقى عن طريق الفيزز وعن طريق الفوميتس، الفيدي يعني الفوميتس. والسالمونيلا نفس الكلام الفيزز والفوميتس. البوتيليزم ملوش اكزيت لان هو اسفيتال، هو لو جه واصله خلاص بيموت. الكوليرا من الفيزز والفوميتس برضه ده الاكزيت بتاعه. البيريد اوف كوميونيكابيلتي قلنا انها اول ثرو يعني بتبقى صعبه انفكتيفيتي ستارت فروم اللاست بارت اوف ذا انكويشن بيريد. الجمله دي برضه تتحفظ لو اتلخبطت في اي حاجه تقولوها وهتعدي يعني during the whole disease period and during the variable period in organism. الجمله دي سحريه. يبقى لو اتلخبطت في اي حاجه في البيريد اوف كوميونيكابيلتي تقول انها انفكتيفيتي او الكوميونيكابيلتي بتستارت من اللاست بارت اوف ذا انكويشن بيريد throughout the disease وعشان تحموا نفسكم during a variable period في الكونكاليسم. طيب الكونتاكت اند هيلثي كاريرز بيبقوا about 2 weeks لو ديزيز عن طريق الهيلثي كارير بتقولوا انها 2 weeks عشان كده قلت لكم برضه 2 weeks لو اتخبطوا في اي حاجه. المود اوف ترانسميشن هم كلهم فود بورن يا اما لايك يا اما عن طريق ديكنز فيكتور لاست هاند او يا اما لايك يا اما عن طريق ديكنز. الفود بورن انتوا عايزين اخليكم حاجه؟ طب قولوا قول عايز ده ولا لا فيها؟ قول ما تسكتوش اتكلموا خلاص؟ خلاص يا طيب بنقول المود ترانسميشن فود بورن في التايفويد في الشيجيلا في الكوليرا في الفود بويزنينج الاف بي ثلاثه اللي هم الثلاثه بتوع الفود بويزنينج فود بورن والحب والبوليو بقى دروبلت وهباتايتس اي فرنجل ده عشان تكون جامعين الدنيا في دماغهم. الانفكتد فود بويزنج اللي هم ثلاثه الستاف فود بويزنج بوتيوليزم والسالمونيلا. الانكبيشن بيري بيزاري من اورز لويكس ومانسز في لا لمانسز في الفود بورن ديزيزز. نيفر تو فورجيت ان الكوليرا از 5 والبلاج از 6 واليلو فيفر از 6. دكتوركم لو نسيتوا اي انكبيشن بيري يبقى ما تنسوش الثلاثه دول. ده جدول ملخص الانكبيشن بيريدز بتاعت الامراض اللي احنا خدناها في الفود بورن. عندنا في الثايرويد كانت 1 تو 2 والبوليو 1 تو 2. الهباتايتس ايه كان طويل شويه من 2 تو 6 ويكس. الشيجيلا 1 تو 7 دايز. الاستاف مميز قوي من 2 تو 4 اورز فيري سبيسيفيك. الكوليرا 5 دايز فيري سبيسيفيك. والبوتيليزم والسالمونيلا زي بعض من 12 ل 36 ساعه. خلاص؟ في واحدة من 30 والتانية هي من 30. طيب الكلينيكال بيكتشر برضه صفر من الستيشن بتاعت الديز كومبليكيشن هي ستاتيك دايجنوستيك. دي الكلينيكال بيكتشر. كل الطيبات يعمل انتساين وسيستم مانيفستيشن. البوليوم الافيرنت زي ما قلنا في 90% مانيفست وابورت في 9% مانيفست سي ان اس نون باراليتيك 1%. الدي دي دي اللي هي الجاسترينترايتس يعني في الباسيلاري ديزنتري. كوليرا وتقولوا بقى ايه الحاجات اللي بتحصل في الجسد Thank you.
لما كنت قلتيها من الاسبوع بوينت المره اللي فاتت، هو ده الجزء اللي بنتكلم عنه في السستينابيلتي. لما بنتكلم عن البيرسونال فاكتورز، التايم فاكتور زي ما قلت لكم بيكون دايما السيزون بتزيد في الصيف، الشتاء، الربيع، تمام. البليس بقى ستور كومن ثينجز في اربن، في رورال، الاماكن اللي بتكتشف ده بالنسبه لجزء السستينابيلتي. فعندنا الايدج بتاع الهايبوتيسيس سستينابيلتي قلنا ان هو من 10 سنين 30 سنه، والبوليو من 6 شهور ل 5 سنين. بنقول ان حصل ايدج شيفت بعد الفاكسينيشن، يعني بدا يظهر في حالات اكثر من كده. الهباتيتس ايه في الشايلد برضه السيفيريتي بتزيد في الايدج. الشيجال ده بتبقى اكتر في الشايلد، الستاك الاوتيزم السالمونيلا بتزيد، والكوليرا اكتر في الشيلد. ده في الايدج. بالنسبه للسكس كلهم ايكوال معانا زي ما قلنا امبارح، قلنا ان الميلز تند تو بي مور كيسز في التايفويد، لكن الكاريرز بيبقوا اكتر في الميلز عشان كوليرا سبايدرز. اما الكولي قلنا الميل اكتر، فرقت الكولي قلنا يمكن هم اكتر. ان الثيوري بتقول ان الاطفال الميل في مصر بياخدوا اكتر من الفيميلز، فهم اللي بيصابوا اكتر. طيب بالنسبه للاميونيتي، التايفويد بيدي الافكتيف دوز بتاعته لو عاليه، للاسف قلنا ان هو مش بيحمي من سكند اتاك، فممكن يجي سكند اتاك لو فيري افكت هاي لارج دوز انفكشن. البوليو في ديفرنت تايبس، لكن الرير سكند اتاك برضه من البوليو. الهيباتيتس بي ديفايد ممكن اميونيتي لو جه ناتشرال انفكشن. الشيجيلا مور ذان وان اتاك، الستاف البوتوليزم، السالمونيلا مور ذان وان اتاك، يعني الاميونيتي بتاعتهم مش لو جت انفكشن مش هتبقى قويه قوي. والكوليرا تايب سبيسيفيك اميون اكوردنج للتايب اللي جه. هو اكشلي الكوليرا لو جت بتبقى فيتال، يعني اصلا ما بتبقاش فيها اي نوع من الاميونيتي. طيب ده الهيرد اميونيتي عشان ما كانتش جت عندكم او ما كنتوش شفتوها، هي دي الهيرد اميونيتي اللي كنت بقول لكم عليها، ان احنا ايميونايز لارج بروبورشن من البوبيليشن سبريد اوف ديزيز بيديكريز، لسبب ان الفاكسينيشن هو بيست واي تو ميتين الهيرد اميونيتي زي ما قلت لكم، لان احنا بنعتمد على اللي هو الطرق الطبيعيه في الانتقال. انا مديه البني ادم ده دوز صغيره قبل الفاكسين، كانت واخد فيري ماينور انفكشن فبينزلها، فالاخرين بيتعدوا منه فبيتعدوا بهذه الماينور دوز كانهم نفس السب تايب في الانفكشن. هي دي الهيرد اميونيتي. بالنسبه للبريفنشن قلنا برضه حاجات سكيم، حاجات عامه جدا الجنرال، انفيرمنتال سانيتيشن، هيلث اديوكيشن، هيلث بروموشن اند اذرز. لو اتلخبطوا او نسيتوا اي حاجه لازم تفتكروا الايتمز دي، سبيسيفيك قلنا فاكسين، سيرو او كيمو. بالنسبه للتايفويد قلنا الفاكسين عنده ثلاث انواع من الفاكسين، اللي هو كان ستاب وكان البوليكال فاكسين وحاجه اسمها بولي ساكرايد فاكسين. السيرو والكيمو مفيش، البوليو عنده نوعين من الفاكسين اللي هو السليم والصوم. السيرو قلنا كويشن مارك او مفيش عندنا حاجه هنا في مصر، والكيمو برضه مفيش. هباتيتس ايه هو نوع واحد، وفي عندنا الهباتيتس ايه يونيكوبل المشهور قوي بيديه للكونتكس هنا للكلوز كونتكس والناس اللي في الكامبس والسكولز، لكن مفيش كيمو. الشيجيلا والستاف مفيش فاكسين، البوتوليزم مفيش، لكن في كونتر توكسن سيرم بتدي للبوتوليزم فايف سيمي. السالمونيلا مفيش، الكوليرا في نوع واحد بس هو اللي عندنا اكشوالي في مصر. هو كان في زمان نوعين كانوا اوبسوليت، واحد اسمه كولز على ما اعتقد نوع تاني كده بقى اوبسوليت، بس النوع اللي عندنا دلوقتي هو واحد فقط. فالثلاثة دي عشان كانوا موجودين زمان. بالنسبة للكيمو بروفيلاكسيس عندنا التتراسايكل. طيب بالنسبة للكنترول قلنا عندنا كنترول اوف كيسز، كنترول اوف كاريرز، كنترول اوف انيمالز، كونتكس اند ايبيديميك ميجرز. الكيسز ايه السكيما اللي بنقولها في الكنترول اوف كيسز؟ قلنا الايرلي دايجنوست اللي هو الايرلي كيس فايندنج، وبعد كده تريتمنت، نوتيفيكيشن، ايزوليشن، انفكشن، ريليز. وقلنا حته ريليز دي ندقق على الامراض اللي فيها ريليز كرايتيريا، وفي الفود بورن عندنا اثنين ليهم ريليز كرايتيريا، بلس اور ماينس فولو اب، بلس اور ماينس ريهابيتيشن. ده لو نسيتوا اي حاجه وتلحقوا نفسكم تكتبوا الكلام ده. الكاريرز بنعمل لهم دايجنوزز، بنديهم تريتمنت، بنعمل لهم ريليز كرايتيريا برضه. الكاريرز لازم نعمل لهم ريليز كرايتيريا لان هم كاريرز. health education or no segregation from work، بنقول لهم ما تروحوش الشغل بتاعكم لحد ما تبقوا completely resolved. ده الكاريرز. اوكي؟ الامراض اللي عارفين ان ليها high carrier state زي التايفويد وزي ايه؟ التايفويد هو اشهر من المستخدمات في الفود بورن.
كل يوم. طيب بالنسبه للكونتاكت قلنا في السكيما بنعملهم انليسمنت، بنعملهم هيلث ايدوكيشن ودايجنوزس، بنعملهم سيرفيلنس. اهم نقطتين في الكونتاكتس هما الانليسمنت والسيرفيلنس، وبعدين بنديهم فاكسين سيرو كيمو على حسب